أخبار اليوم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم وكل سنة وأنتم طيبين. النهاردة والمدة 30 يوم هنكون معاكم فقرة الصحة والرياضة اللي بيقدمها لنا كابتن مينا سمير علشان نقوي عضلاتنا ونحافظ على صحتنا. نتكلم النهاردة عن الناس اللي عايزة تتخن، وفي ناس كمان بتبقى يعني جسمها حلو بتخس في رمضان. عامة البني آدم اللي بيخس بسرعة ده ومش عارف يتخن بيبقى معدل حرقه للسعرات الحرارية عالي جدا، أو جسمه بيبقى قابليته لتخزين الدهون قليلة، فدي بتبقى ميزة وعيب في نفس الوقت. هو عايز يتخن ومش عارف. وطبعا أنا لما أجي حد عايز يتخن مش يتخن وخلاص كله يخس كله، لا أنا بتخنه، يعني لو ولد بيلعب في الجيم أو حاجة بتخنه من العضلات، بيتمرن وبياكل أكل معين فالأكل ده بيروح للعضلات. انا مثلا الكوتش عايزه تتخن مثلا من منطقه الرجلين او منطقه الهيبس، فاتمرنت التمرينه بتاعتها تمام، الاكل بقى نوع ايه اللي يخليها تتخن؟ هي دي القصه. الناس اللي بتخس محتاجه او حرق السعرات بتاعها عالي محتاج ياكل اكل فيه سعرات حراريه عاليه جدا. اكتر اكل فيه سعرات حراريه الاكل اللي بيعتمد على الكربوهيدرات او النشويات، لان البروتين او الفاكهه السعرات حراريه، يعني الكربوهيدرات المعقده زي نشويات الرز العيش الكلام ده السعرات الحراريه بتاعته عاليه. اقدر اخد السعرات اللي انا عايزها بحيث تبقى السعرات الحراريه اللي انا باخدها من الاكل اكتر من اللي انا بحرقها. حتى لو 100 سعر حراري انا كده هزيد. فانا اعتمد في اكلي اكتر على النشويات، انا كده كده باخد البروتين بتاعي وباخد الفيتامين وباخد الفاكهه كل حاجه. بس اعتمادي في الاكل سواء فطار غدا قبل العشاء اكتر في كربوهيدرات معقده او كربوهيدرات بطيئه امتصاص. رز، مكرونه، عيش، توست، بطاطس، بطاطا، الكلام ده كله سعرات حراريه عاليه جدا. وفي نفس الوقت ما بتخنش. في ناس عندها معلومه، يعني انا برضو باخد الكميات، انا ما بتكلمش اي حاجه بالمعقول، بس انا لو جبت الرز سلقته كلت 5 معالق او 10 معالق اداني وزن حلو وشكل جسم حلو. لو حطيته بزيت وسمنه فانا كده انا وصلت ان جسمي تخن ودخلت في جسمي فات او دهون. يعني الاكل بيتعمل ازاي؟ الفراخ مشويه للتخسيس، حطيتها في الزيت وفراخ بني بقت بتتخن او رمت في جسم دهون. طريقه الاكل ازاي؟ في ناس بتاكل في اكلها ملح كتير جدا، ده بيخزن ميه في الجسم، طبعا بتدي وزن زياده او بتدي شكل وهمي زيها زي الدهون. يعني لو حد جسمه معبي ميه ما تقدريش تفرقيه عن اللي جسمه معبي دهون، يبقى حله انه يقلل ملح. فانا لما باجي حد عايز اتخنه ما بلعبوش جيم كل يوم عشان نأدي فتره ريكفري اعلى، بلعب جيم يوم ويوم او يومين وراح يوم، وبعتمد في اكلي على النشويات. ولو خدت مكمل باخد مكملات الجينر او مكملات اللي بتعتمد على سعرات حراريه عاليه وكربوهيدرات اكتر من بروتين، فبدي الجسم سعرات حراريه عاليه جدا. هي دي القصه اللي انا بتكلم فيها، ان انا اعتمد في اكلي على الكربوهيدرات والنشويات لو حد عايز يتخن. في رمضان تمشي ازاي؟ ان انا بعتمد باكل مثلا لو كلت عيش، انا برضو بحب ما ادخلش العيش الفينو في اكلي، دايما اخد العيش البلدي مثلا كميه معينه او العيش التوست، باخد الرز اكتر منه، ممكن اخد 200 او 300 جرام في اليوم. باخد بطاطس مسلوقه او مشويه جميله جدا، مفيده جدا جدا جدا، وممكن البطاطا بس مش الموسم بتاعها دلوقتي طبعا. والفاكهه بتاعتي برده التفاح، الموز، الكلام ده كله، كل دي عناصر كرب مفيده جدا للجسم، بعتمد عليها بجانب بروتين بس بعتمد اكتر عليها على الكرب. يا رب تكونوا استفدتوا وشوفوا حلقه جديده ان شاء الله. وبكده النهارده تكون انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا، تابعونا في لقاء جديد مع فقره الصحه والرشاقه في رمضان، كونوا معانا.